تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا مستمعين على 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. نرحب بفريق عمل البرنامج معنا في التنسيق اليوم، ميرا الغفلي. صبحت الله بالخير ميرا، صباحك سعيد. عيسى سبيل في الإخراج، في إعداد هذه الحلقة الزميل يوسف سعد، هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. إذن مستمعينا، مثل ما عودناكم البرنامج يعني يفتح لكم آفاق التواصل مع هيئة الصحة بدبي لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، أي شيء ممكن أن يساهم في تطوير وتحسين وتفعيل الخدمات بشكل مناسب للجمهور بهدف تحقيق السعادة التي يسعى لها القائمون على العمل في هيئة الصحة بدبي من خلال كل البرامج اللي والمبادرات اللي تطرح في هيئة الصحة بدبي. عموما نحن نبتدي بالفقرة التغذوية هاميرة. طيب معانا اليوم أخصائية التغذية العلاجية ريناد إبراهيم. موضوع اليوم وايد مهم، خلونا نشرب ماي وهي بتخبرنا عن الماء وأهميته. صبحك الله بالخير يا ريناد. صباح الورد، صباح الورد والفل على الكل. صباح الورد. موضوع اليوم موضوع شيق جدا، يعني موضوع كثير من أهم المواضيع اللي بالتغذية. صحيح، موضوع الماء وأهمية الماء وما أدراك ما الماء. فعلا الماء شيء سبحان الله، أصلا ذكره بالقرآن، يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي. فعلا لأنه شيء كثير مهم وكثير أساسي في الجسم. أول شيء خلينا نحكي هو شو هو المي. يعني المي هو أساس تكوين الجسم البشري بشكل عام، وهذا شيء ما حدا بيختلف فيه، وهو العنصر الأول في آلية عمل كل الأعضاء اللي بالجسم. عشان هيك هو كمان يعتبر علاج لعديد من الأمراض الصحية. تمام. طيب هلأ في كتير ناس بيحكوا طب شو فوائد شرب الماء، طب الماء شو ممكن تعمل لنا، طب إحنا ليش لازم نشرب ماء. هلأ شرب الماء له كتير فوائد، في من ضمنها كمان الفوائد شرب الماء اللي هي بتكون على الريق، اللي هي قبل الإفطار الصبح أو مرات قبل الوجبات. الماء يكون دافي ولا بارد ولا حار؟ في حد يقول لازم يكون دافي. عادي دافي بس ما يكون بارد. شرب الماء بارد مش 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 كتير صح، يعني يفضل يكون درجة حرارة الغرفة. ممتاز. ما يكون بارد، يعني يكون عادي. طيب فوائد الماء، ممكن شوية دفيه مثلا الصبح، يعني برضو كمان بصير مش غلط. انزين. بس ما يكون أنه بدرجة الغليان. ممتاز. أوكي. نحكي فوائد شرب الماء. فوائد شرب الماء أول إشي لصحة الأمعاء أو صحة الجهاز الهضمي. نعم. كتير مهم خصوصي أن شرب الماء يكون على الريق الصباح، لأنه شو بيعمل؟ بيعمل على تشتيت شوي من جزيئات الطعام اللي بتكون غير مهضومة أو الغازات والجزيئات التانية اللي بتكون ملتصقة بجدار الأمعاء، فبتسهل التخلص منها. يعني أغلب الناس اللي تشرب ماء على الريق عطول ممكن تخرج كل شيء بيكون من أمس أو كل شيء متبقي من الطعام في الصباح. بتنظف الجسم من كل السموم اللي بتكون فيها. وشغلة تانية كمان، المي كتير مهم لصحة الكلى، لأنه بتعمل على تفتيت الحصوات الكلى أو أي شيء ترسبات بتكون بالكلى، فبتعمل على تفتيتها وبتخرج طبعا عن طريق التبول وبتنشط من عمل الكلية. جميل. أيوة. كمان بتنشط الجسم لأنها بترفع من معدلات الأيض أو العمليات الحيوية اللي بتصير بالجسم.
وشغلة كتير مهمة طبعاً إنه المي كمان بيساعد، يعني ممكن إحنا نحكي دائماً إنها بتساعد في إنزال الوزن. ليش؟ لأنها بتساعد في التحكم في السعرات الحرارية. وكتير مهم إن الناس اللي بتحكي إن أنا لازم أشرب إشي مع الأكل أو أنا لازم يكون في، ممكن نستبدل دائماً المي بأي مشروبات بتكون عالية بالسعرات الحرارية، فبتساعد إنه ننقص السعرات الحرارية اللي ناخذها من العصائر أو مشروبات الطاقة أو مشروبات الغازية. الناس اللي بتاخذها طبعا غلط، بس ممكن نستبدلها بالمي. فإذا شربنا المي ممكن نقلل شوي من السعرات الحرارية الثانية. وشغلة كتير مهمة كمان، ننصح دائما شرب الماء قبل كل وجبة. ليش؟ لأنها بتساعد على تحفيز الشعور بالشبع. يعني لما نشرب مي قبل الوجبة تقريبا بنص ساعة، فبتساعد إنه يعني تخلينا نحس بالشبع أكثر وما نتناول كمية كبيرة من الأكل. المي كمان كتير بقلل من التوتر، وكمان شغلة مهمة إنه بتقلل من الإمساك. أي إنسان بحس في عنده إمساك، شرب المي طبعا بكميات كافية بيساعد إنه تخلص من الإمساك. ممتاز. طبعا تناول الماء، ممكن نشرب المي عادي بصورته الطبيعية إنه كشرب مي، أو ممكن من بعض الأطعمة اللي بتحتوي على الماء، من الخضروات أو من الفواكه أو من كشوربات أو كشاي أخضر أو شيء، يعني هي كلها تحتوي على الماء فممكن تنحسب من ضمنها. في شغلة طبعا كتير مهمة خصوص البنات بيهتموا فيها، اللي هو شرب الماء كتير مهم للبشرة. بيقلل كتير من ظهور التجاعيد. ليش؟ لأنه بيمنع الجفاف، فبيعالج مشاكل الجلد، بيخليها دائما نضرة وبيخليها دائما حيوية. فالواحد لازم دائما يشرب مي بكثرة، يعني خصوصي طبعا النساء أو المخففة من ظهور التجاعيد، فيشربوا بكميات كافية، بضل دائما يعطي بشرتهم الحيوية والنضارة. كم معدل شرب المي في اليوم؟ طبعا دائما احنا بنحكي ان اقل شيء شرب المي في اليوم بيكون 6 اكواب الى 8 اكواب، يعني تقريبا من لترين لثلاثة لتر في اليوم. في عنا طريقة سهلة للحساب ممكن أي شخص يحسبها، اللي هي بنضرب 30 بوزن الجسم. يعني مثلا أي وزن، مثلا كان الوزن 60 70 80 بنضرب ب 30، بيطلع كمية كم أنت مفروض تشرب مي في خلال اليوم. ممتاز. طيب أنا عندي أسئلة الحين بخصوص المي. أنت ذكرت الحين الفوائد، شو هي المضار؟ أيوه المضار إذا أنا ما أشرب ماي، شو الأشياء اللي ممكن تصير معايا؟ طبعاً بما أنه فعلاً في عنا مضار طبعاً، أول إشي طبعاً ممكن يضر عدم شرب الماء، هي ممكن تسوي عنا جفاف، اللي هو جفاف البشرة أو جفاف الجسم. الجفاف طبعاً هي بتؤدي للمشاكل بالجسم، اللي هي من أوليتها ممكن تؤدي بشكل أساسي لمشكلة في الكلية أو في الكليتين، زي ما حكينا بتزيد في عنا الحصوات في الكلى. الشغلة الثانية ممكن تعمل عنا كمان التهاب في المسالك البولية. كمان كل ما نقص عنا شرب الماء، كل ما صار عنا زادت عنا الالتهابات بالجسم. ممكن تطلع التجاعيد بصورة أسرع، يعني إذا خصوصي لو كانت يعني بقلة كثيرة يعني. تمام. وطبعا ممكن كثير انها تؤدي لامراض ثانيه بالجسم. طيب سمعنا اختي ريناد، يعني ما ادري الحين هذه المعلومه السليمه ولا غلط، ان حتى الاكثار من شرب الماء احيانا له اضرار بعد كذلك، ممكن انه يكون في يسبب تسمم ولا يسبب مشاكل في الدماغ، هل هذا الكلام صح؟ مش تسمم بس ممكن انه يقلل عنا من الضغط، لانه شرب المي ممكن لانه هو بيخرج معاه الالكترولايت او لا انا اتكلم عن اللي يشرب ماي اكثر، يعني من يعني من الحد الطبيعي. ما هو شرب المي بزياده بيعمل انه بعض الالكترولايت تطلع عنا من الجسم، فاكيد طبعا شرب المي بزياده غير محبذ. طيب الواحد يكون يعني معتدل. معتدل بالضبط، يعني ممكن نحسبها بالطريقة اللي حكينا عنها، أو ممكن خلاص نحسبها أنه مثلا يأخذ لترين لثلاثة لتر من المي بشكل يومي يعني. جميل جميل. طيب نحن آخر نصيحة تبغين توجهينها قبل ما نختم معاك؟ المي طبعا هو الحياة، فالنصيحة دائما أنه ما تنسوا شرب المي، ودائما تخلوا المي معاكم حتى لو ما حسيتوا بالعطش،
دائما تكون معاكم أزازة مي أو زجاجة ماء تكون معاكم طول الوقت، فحتى ما تنسوا تشربوا المي. شكرا لك أخصائية التغذية العلاجية ريناد إبراهيم على هذه المعلومات القيمة، الله شكرا يخليك جزيلا. تسلم. إذا مستمعينا، يعني ريناد لخصت في مجموعة من الفوائد لشرب الماء، وهذه مسألة وايد مهمة لازم تنتبهون لها، يعني ممكن تساهم في تخفيف الوزن، هي مفيدة للصحة بشكل عام، يعني ممكن أن تخفف حتى من احتمال الإصابة بالنوبات القلبية، تزودك بالطاقة الطبيعية خاصة للناس اللي يعانون من الجفاف. الصداع أيضا الماي وايد مهم له، لأن واحدة من أعراض الجفاف، الإصابة بالجفاف، أنه يكون في صداع بسبب عدم شرب المياه. قالت أنه ممكن يحسن من بشرتكم، وهذا الكلام هي قالت حق الحريم، بس أنا أشوف حق الرجال الحين بعد وايد مهتمين بجمالهم. عندي إحصائية تقول أن الرجال الحين بعد متوجهين إلى عمليات التجميل أكثر من الحريم. عموما تحسن عمل الجهاز الهضمي، تخلص الجسم من السموم، وتخفض فرص الإصابة بالأمراض خاصة السرطانات، الله يبعد عنا وعنكم كل الأمراض. أيضا اللي يلعبون رياضة لازم يهتمون بموضوع شرب الماء، وغيرها من آلام الظهر، ارتفاع ضغط الدم، العضلات، وايد وايد أمور. يعني حاولوا تركزون على مسألة شرب الماء، لأن مسألة جدا مهمة. حق الشعر اللي يطيح شعره بعد، يقولون حق الصلاة بعد الماي زين، ما أدري كيف، يعني ممكن تسقي مثل النبات يوم تسقي ماي الشعر نفس الشيء، يمكن سبحان الله. عندي دكتورة حمدة جالسة برا عم يعود راسه تقول شو يقول هذا. عموما دكتورة حمدة مسوار مدير إدارة الأسنان بتكون معانا بعد الفاصل إن شاء الله، بتكلمنا عن خدمات إدارة طب الأسنان، وأيضا بنتكلم عن واحدة من المبادرات اللي أطلقوها لرعاية صحة الفم والأسنان. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. طبعا كنا قبل الفاصل قلنا لكم أن بتنضم لنا في الاستوديو إن شاء الله دكتورة حمد المسمار مدير إدارة خدمات طب الأسنان في هيئة الصحة بدبي، بنتكلم عن واحد من المشاريع والأهداف الاستراتيجية 15 للهيئة. هذه الأهداف اللي تتوافق في مضمونها ومنطلقاتها الطبية الأساسية مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021. لكن قبل ما ندخل ونسهب في هذا الموضوع، بعد أيضا أرحب معايا بالدكتورة عايشة البسطي، انضمت لنا بعد كذلك. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح النور السرور. صباح النور الخير جميعا. المواصلات زين. عموما دنتورال رؤية جديدة لرعاية وصحة الفم والأسنان، هذه من المبادرات اللي قلنا أنها يعني متوازية مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 وأهدافها الخاصة بتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية. في الوقت نفسه يشمل دنتروال أحد أهم البرامج الوقائية والعلاجية اللي تتبنى الهيئة تنفيذها من خلال إدارة خدمات الأسنان، بالإضافة إلى وضع بروتوكول صحة الفم والأسنان على مستوى إمارة دبي، وهو أيضا البرنامج اللي تمكن فيها الهيئة من تحقيق التوظيف الأمثل للتقنيات والوسائل المبتكرة. تعرفين دنتروال أنتي؟ البرنامج تعرفين ها دكتورة؟ عرفناه وعرفتنا فيه بطريقة موجزة دكتورة حمدة خلال المنتدى الصحي. أحسنتي دكتورة حمدة المسمار. أول شيء نحن دائما نسعد يوم تكونين معنا في الاستوديو، أيضا نبغي نبدأ عن البرنامج هذا وشو اللي يميزه عن باقي البرامج الوقائية والعلاجية في اللي تحت يعني تحمل نفس الأهداف دكتورة. السلام عليكم. صباح السلام. الخير. مشكور أخوي محمود على هالمقدمة الجميلة. استراتيجية هيئة الصحة التي انطلقت في عام 2016 فيها 15 برنامج استراتيجي، واحد من هالبرامج هو برنامج رعاية الفم والأسنان، وبرعاية كريمة من معالي حميد القطامي
مدير عام هيئة الصحة بدبي أطلق على هذا البرنامج اسم دنتورال. هذا البرنامج يعني من أهدافه هو تحقيق رؤية هيئة الصحة نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة، وكذلك يتماشى مع خطة دبي 2021 ورؤية الإمارات بتطبيق نظام صحي متكامل على معايير وجودة عالية. هذا البرنامج يعد يعني من يعتبر أول برنامج وطني ينفذ خطة استراتيجية جديدة لصحة الفم والأسنان، بحيث نضمن حصول جميع أفراد المجتمع على يعني رعاية عالية الجودة، وفي نفس الوقت على برامج وقائية فعالة تركز على أهمية الفم والأسنان. هذا البرنامج يحتوي على أربع مبادرات. المبادرة الأولى هي تركز على تطوير البرامج التثقيف والتوعية. البرنامج الثاني يركز على العلاجات الوقائية والمسوحات الفموية اللي من خلالها نقدر نحط اللي هي الخطط التحسينية بما تتلائم مع احتياجات المجتمع. المبادرة الثالثة اللي هي عمل بروتوكولات خاصة بطب الأسنان على مستوى إمارة دبي، بحيث أنها تكون مرجعية علمية للاستشارات الطبية الصحيحة والمعلومات العلمية. المبادرة الرابعة وهي أن إحنا نستخدم حلول مبتكرة لتطوير خدمات الأسنان. من خلال هذا البرنامج نحن نستهدف يعني جميع أطياف المجتمع بجميع فئاته بجميع الفئات العمرية، ولكن نركز على النساء والأطفال وكبار السن. جميل. دكتورة، بالنسبة للبرنامج دنتورال، شو اللي يميزه عن باقي البرامج الوقائية والعلاجية اللي موجودة عندنا؟ ترى هو البرنامج هذا يعني مثل ما قلت أنه أول برنامج وطني استراتيجي على مستوى إمارة دبي. بعدين البرنامج اللي هو يعني أنت يعني ما تركزين بس على فئة واحدة، وإنما أنت تبغين تركزين على كل فئات المجتمع بكل اللي هي بجميع الفئات العمرية. وبالنسبة لطريقة الأشياء الوقائية أو العلاجية أو حتى تكون مختلفة عن ولا نفس الطرق المتداولة؟ إحنا من خلال هالبرنامج نبغي نعزز ثقافة اللي هي الربط العلاجي ما بين علاجات الأسنان والعلاجات الطبية الأخرى، بمعنى أن مثلا اللي هي الناس اللي عندهم أمراض مزمنة. فيعني أني أنا أوصل المسج بأهمية صحة الفم والأسنان ما تكون بس عن طريق اللي هم الكوادر اللي تشتغل في طب الأسنان، ولكن لازم هاي الثقافة أنها تتعدى هذا إلى حتى مثلا اللي هي الدكتور الباطني، الدكتور القلب، الدكتور اللي هو العالج اللي هو المرض السكري. ليش؟ لأن بحيث أنه أثناء العلاج يعني يتم شرح لهذا المريض أنه يعني يفضل أنه يراجع دكتور الأسنان عشان نحسن من ونقلل من الآثار السلبية لهاي الأمراض على صحة الفم والأسنان، وأن طبعا اللي هي صحة الفم تنعكس على صحة الجسم. جميل. صح. دكتورة، أنا أبغى أسألك يعني انطلاق مثل هذا البرنامج ما هي من فراغ، هي نتيجة يعني حاجة للمجتمع. أنا أبغى أتكلم يعني شو الوضع اللي كان عليه بالنسبة اللي كنا فيه بالنسبة لصحة الفم والأسنان عند الأطفال أو غيره من المجتمع، وليش آثرنا أن نطلق مثل هذا البرنامج الوطني المميز؟ إحنا في عام 2013 عملنا مسح فموي لطلبة المدارس. تقريبا العينة كانت في حدود 5617 طالب وطالبة، اللي هي يعني في كل إمارة دبي. وصلنا حتى لين حتى والسيلي في فئات عمرية مختلفة. لاحظنا أن نسبة التسوس عالية جدا، خاصة في الفئة العمرية من 5 إلى 7 سنوات.
طبعاً من الخطط التحسينية أنك أنت تبتدي اللي هي بعملية التثقيف، فتبتديها اللي هو بالمدارس، ما يقتصر هذا بس اللي هو بس الطالب، ولكن حتى الكادر الطبي والكادر اللي هي التعليمي اللي موجودين في المدارس، لأن أنت توصل لهم هاي الرسالة، بس منو اللي بيكمل عليها؟ صح، هم اللي هم اللي نعم الاستمرارية والإشراف أنهم بالفعل بأهمية صحة الفم والأسنان، وكذلك عملنا اللي هي مهمة اللي هي الدورات والورش حتى اللي هم لآباء اللي هم الطلاب. نعم. فيعني كانت مثل ما تقول هاي الشرارة اللي أطلقت البرنامج. نعم. شو صار بعدين؟ فبعدين مجرد طبعا ما طلعت هاي النتائج لازم تحط خطط تحسينية. طيب هي شو الخطط التحسينية؟ فيت اللي هي مباشرة بعد ما أطلقنا، احنا أطلقنا نتائج هذا المسح في 2015، وبعدها اللي هي نزلت استراتيجية الهيئة، وكان في برنامج متكامل عن اللي هي رعاية الفم والأسنان. فكانت هاي الخطة. طبعا لما انت تحط برنامج تحاول ان هذا البرنامج يكون اللي هو محتوي على اللي هي جميع الجوانب اللي تحقق لك الهدف في النهاية. طيب الحين بعد ما حطينا هذا البرنامج، بعد ما اشتغلنا في هذا البرنامج، شو هي الحصيلة والنتائج الملموسة اللي تحققت يعني منقول خلال العام الماضي يعني بالنسبة لهذه المبادرة؟ نعم، مثلا اللي هي بدينا اللي هي في حملات اللي هي التوعوية والتثقيفية. مثلا اللي هي من بداية اللي هو إطلاق هذا البرنامج في عام 2016 إلى الآن، تقريبا عدد في حدود يعني توتال من الحملات 200 حملة، اللي استفادوا منها في حدود 20,000 مستفيد من كافة اللي هي فئات المجتمع. إضافة إلى ذلك، من خلال هذا البرنامج عملنا اللي هي مبادرة اللي هي دبي تبتسم بالصحة، اللي هي تم الكشف فيها على صحة اللي هي أسنان الأطفال في المدارس، وعمل طبعا اللي هو التثقيف والمتابعة، وهذا دخلناهم في تحدي ابتسامتي. هذا استمر لمدة 90 يوم، يعني 3 شهور، اللي هم المدارس اللي شاركت 30 مدرسة. طبعا اللي هي لما تسوين الكشف قبل ما تبتدين الحملة وبعدها اللي بعد 3 شهور، فلاحظنا أن اللي عملنا عليهم هاي الحملة كانوا في حدود 11,000 طالب وطالبة. الكشف الابتدائي اللي بدينا قبل بداية الحملة ونهاية الحملة، لاحظنا أن نسبة اللي هي معدل التسوس عند هذه الأطفال انخفض بنسبة 4%، في حين اللي هو عالميا يقول لك يعني انترناشونال أنك أنت عشان تخفضين هذا المعدل تحتاجين يعني سنويا average اللي هو 1%، فان احنا نقدر نخفضها بهذا اللي هو 4 يعني في هالحدود. نعم يعني نحن نتمنى ان شاء الله النسبه تكون عاليه، لان عيالنا الحين دكتوره تشوفي كل واحد ضرسه مو بمسوس، ضرسه ما اعرف كيف اصور يعني وايد نسب التسوس وايد. لا تي يعني انا اللي كنا نشوف تسوس قبل، لكن الحين تشوفين نص الضرس كذا اسود وما اقول، تقولين نفس المغاره تي. يعني حرام هذا اللي قاعد يستوي، لازم تكون عندنا ثقافه بالنسبه لاولياء الامور في هذا الموضوع. طيب تبغي تعلقين شيء؟ زين انا بقول لك الحين نحن تكلمنا عن هذه الشغله، لكن في أمور كثيرة يجب على أولياء الأمور أن ينتبهون بالنسبة لأطفالهم. هذا إذا ولي الأمر أصلا يفرش أسنانه بعد أحيانا. لا ثقافة هالشيء وايد زادت. والحلو بعد أن مب عيادة الأسنان بس لعلاج أمراض الأسنان، يعني هالشيء وايد جميل. عندنا مثل الهايجينست أو صحة الاهتمام بصحة الفم. صحيح. يعني وايد لها دور كبير في كل العيادات، حتى كتثقيفي وكعلاج في نفس الوقت. ومثل ما قلتي دكتورة حمدة، أحيانا بيدخلون حتى الأطباء في هاي في الدنتو أورال، يعني عندي مريض أحوله أو أنصحه أن يزور دكتور الأسنان حتى لو ما عنده أي مشكلة. يعني إحنا الحين في إن بروسيس اللي إذا سمعتي فيها اللي هي make every contact count، بمعنى ان كل الكوادر اللي شغاله في الصحه، عندك مثلا في الصيدليه، الصيدلي العامل في الصيدليه، الاطباء، الممرضين، انزين
بنعملهم مثل اللي هي الورش، ان نعرفهم باهميه اللي هي صحه الفم والاسنان وكيف انه هو يوصل. احنا نبغى المسج هاي تكون موحده، يعني تسمعينها من فلان، تسمعينها من فلان، يعني من كل واحد تكون اللي هي، لان ممكن اللي هي مش كل المرضى مثلا، هذا المرضى يجون عند الاسنان هي. اوكي طيب مرضى ثانيه ما يجون عند الاسنان، يصيرون مثلا اللي هي تخصصات الثانيه توصلهم نفس المسج، ولا بيصير عند الاسنان الا اذا اشتكى من الم او صحيح. مشكله صحيح. فتدارك الامر ووقايته وايد احسن، الوقايه خير من العلاج. نعم جميل. اذا البرنامج الوقائي مثل ما ذكرتي دكتوره يشتمل على 4 مبادرات رئيسيه، هي تطوير برامج التوعيه، ايضا برامج فحص الفم والاسنان، وتطوير واطلاق بروتوكولات طب الاسنان في دبي. يعني كل هذه المبادرات. في عندنا مداخله، طيب ناخذ هذه المداخله دكتوره ونرجع نكمل. الو السلام عليكم. يا هلا ابو علي، تفضل يا سيدي. اهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا على البرنامج التوعي التثقيفي الرائع، مش غريب علينا. شكرا. حياك الله ابو علي. عندي استفسار لو سمحتوا. انا الان انا يعني دكتور في مجال ثاني في هندسه، واول مره اعرف يعني انه مثلا الفم بعد الاكل الحلويات يصبح قلوي، والقلوي يضاعف التسوس والاشياء هذه، فما كنت اعرفها بصراحه. والى ان شلت ابني الى طبيب الاسنان. نعم. واللي شرحت لي كلام يعني وديتهم على المستشفى الجامعي الشارقه. نعم. للاطفال. نعم. وطالبه سنة خامسة هي أو رابعة تقريبا هي اللي شرحت لي كلام هذا. كنت بودي الأطفال دائما للمستشفيات وللأطباء، ولكن عمره ما واحد فهمني أنه مثلا ياريت يأكل الحلو، الحاجات الحلوة في مرة واحدة في اليوم. صح. لأنه يقعد الفم مثلا قلوي بعد 20 دقيقة من أكل الحلويات. جميل. والقلوية مضرة للأسنان. فما يعني ياريت الأطباء يعني مشكورين يشرحون، نحن بنفهم لما بيفهمونا بنفهم. صح. لما يقولون لنا يعني ابو علي اقول لك شغله ابو علي. نعم. انا بقول لك شيء، انا لين قبل 3 شهور اكتشفت اني انا صار لي اكثر من 30 سنة وانا افرش اسناني غلط. ايوه هذه النقطه الثانيه. صحيح. لما بدأت تشرح لي الدكتور، انا كنت في احد مراكز صحيه تابعه لاداره خدمات الاسنان، رحت انظف يعني اسناني وكذا وهذا. نعم. وانا يعني مش وايد صحبه معاهم، يعني سامحيني دكتور حمده. نعم. مو وايد صحبه معاكم انا، لكن احاول بين فتره وفتره اني انا امر. اكتشفت اني انا افرش اسناني غلط. 30 سنه انا قاعد افرش اسناني غلط. والله مصداق لكلامك، انا كنت عشت حتى في امريكا لحوالي 7 سنوات. أي. وكنا نروح دائما باستمرار لعيادات الاسنان، ما في واحد شرح لنا الا الطالبه هذه جابت فك اسنان. أي. وقعدت تشرح بالضبط. وانا والاطفال كيف الفرش من فوق لتحت، وهذا اللي يعني صار معايا انا بعد. انا نفس التجربه كمان. نفس التجربه. شفت اني انا عمري الان 38 سنه كل اللي بفرشيه في السابق بالضبط نفس التجربه هذه، لان هذه شغله وايد مهمه. نحن جزاك الله خير ابو علي. انا ممكن لحظه اخيره بس فضل. يعني انا ممكن اقدر انه وقت الدكاتره يعني مشغول جدا ووقتهم محدود، اتمنى من الممرضين اللي معهم قبل لا يدخل على الدكتور يعطيه في دقيقتين كيفيه فرش جميل والطريقة الجميلة من ممرضين، يعني مش لازم حتى الدكاترة يعطوا وقتهم أو يسبن. أحسن. شكرا جزيلا ومنورين. شكرا. والاقتراح جميل من أبو علي دكتورة، مع أن نحن في إدارة خدمات الأسنان بالفعل أنا لمسته، الأطباء بدأوا يشرحوا لي. زين، هذه تحية حق دكتور خالد فرغلي. خالد فرغلي ولا شرح لي شيء. لا لا في أمانة، يعني أنا اكتشفت أني سفرش أسناني غلط طول هاي الفترة. هم بعد تخصصاتهم يعني الهايجينست أو تنظيف الأسنان مو يعني هذه تدقي. إيه. فهالشيء يعني صح الاسم بيقولك واحد بسيط وأعرف، بس أول ما تدخلين عندهم صراحة طريقة الشرح ترى أنت قلتيها عشان الواحد يجي بس إن عندي ألم. أيوه. خلصوني من هالألم. أيوه. ومع السلامة. أيوه. ولكن اللي هو مثلا لما هو يجي ويخلصوني من الألم ويقول له أوكي ما علي مثلا أنت هاي خطة العلاج يعني واضب عليها، تحتاج مثلا الهايجينست اللي هي تنظيف الأسنان، تحتاج كذا وكذا. المرضى اللي يتابعون خطة العلاج زين هم أكيد أنا وياك فيها. ذكرت خالد فرغلي. لا أنا وياك فيها نفس الموقف صار لك صح. والحين يعني اللي هي الرهبة والخوف هذه نحاول إحنا نقللها، يعني مثلا بالنسبة للأطفال نستخدم اللي هو الغاز المضحك.
صح. أو يسمون الغاز الضاحك بحيث أن نقلل هاي الرهبة تخليه ريلاكس أثناء اللي هم يسوي العلاج. بالنسبة للكبار اللي يخافون من الإبرة بعد يعني بدينا ندخل اللي هي تقنية ثانية نشوف اللي هي طبعا مدى استحسان المرضى منها بحيث أن هي إذا استحسنوها يعني ممكن تعمم على باقي المراكز إن شاء الله. بس ما قلتي دكتورة بدنت أورال أنتوا بتشرحون أهمية صحة الفم والأسنان لكل الموجودين أو الموظفين في العيادة فهالشيء بعد بيرفع من ثقافة الموظفين صحيح. وبالتالي بيرفع من ثقافة حتى المرضى أو المراجعين الموجودين عندنا. صحيح. جميل. شفتي أنا ليش بغيت أطلعك الفقرة الأخيرة في البرنامج لأن الوقت يمشي بسرعة فمضطرين نطلع فاصل دكتورة وأدري عندك اجتماع مهما عطلت أكثر عنتي لكن نتمنى نشوفك في المستقبل القريب لأن في وايد مواضيع خاصة بصحة الفم والأسنان مهمة جدا بالنسبة لنا إن نحن نطرحها. شكرا جزيلا على الاستضافة دكتورة. شكرا دكتورة حمد المسمار مدير إدارة خدمات طب الأسنان في هيئة الصحة بدبي. ما نطلع فاصل مستمعينا بعد الفاصل نتواصل. صحة وسعادة أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. إذن مستمعينا يعني كنا نتكلم عن دنتورال هذه رؤية جديدة لرعاية وصحة الفم والأسنان وهي واحد من الأهداف الاستراتيجية 15 للهيئة اللي تتوافق في أهدافها ومضمونها ومنطلقاتها الطبية الأساسية مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021. طيب الآن أيضا دكتورة في نطاق يعني دعم هذه الاستراتيجية وتوجه هيئة الصحة بدبي هنالك الكثير من الجهود المتواصلة لمساندة ودعم المرضى المعسرين. الدور وايد كبير صراحة. جميل. هذا الدور منوط الآن بصندوق الصحة تم تأسيسه مع الاستراتيجية الجديدة مع الهيكل الجديد لهيئة الصحة بدبي وأيضا الهيئة تعمل بشكل متواصل على توثيق علاقاتها بمجموعة من الهيئات والجمعيات المختصة من باب يعني توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية يعني في مذكرات في مشاريع مشتركة في مبادرات كثيرة لخدمة المجتمع حتى الأهداف تقدر تكبرها أكثر وتحققها في وقت قياسي. صحيح. هذه كلها شو تصب أكيد في مصلحة المعوزين وأيضا تعكس اهتمام الهيئة الكبير بتعزيز منظومة القيم. نحن في عام التسامح نحن يعني وكنا في عام زايد الخير وكنا يعني في الكثير من المواضيع السابقة اللي هي تجسد ما يتسم به مجتمع الإمارات اللي حقيقة يمثل جميع الأعمال الخيرية والإنسانية والمجتمعية. أنا ما بطول كبير بعد بالضبط أنا ما أبغى أطول. عندي أخونا وأستاذنا سالم بلاحج مدير صندوق الصحة عبر الهاتف. أول شيء صباحك الله بالخير أستاذ سالم. خير والنور خير الحال الله يسلمك. نحن اليوم حقيقة يعني من زمان ما تكلمنا عن صندوق الصحة من زمان ما تكلمنا عن المواضيع اللي منوطة بهذه الجهود المباركة اللي انتم تقومون فيها في صندوق الصحة. هناك الكثير من المبادرات الخيرية والإنسانية القيمة وانتم مثل ما انت تقول دائما يعني الواحد الله يبتلي بمرض فيكون يعني بلاء المرض وفوق انه يكون ما عنده المبلغ اللي ممكن يعالج نفسه هذا يكون يعني في ازمه اكبر واكبر. فهني نبغى نتكلم بشكل عام اليوم عن المبادرات اللي انتم تسوونها اهم الاشياء اللي تقدمونها لدعم المرضى المعسرين وكيف بعدين ما نطرح آلية التواصل معاكم. تفضل استاذ سالم. طبعا جزاك الله خير. في البدايه يعني نشكركم يعني طبعا انتم متابعتكم لتطورات شكل نقول البرامج صندوق الصحة أو الهيئة في مجال العمل الإنساني أو دعم الحالات الإنسانية يعني متواصل. فجزاكم الله خير دائما تذكرونا نحن وتذكرون المستمعين بنشاطات المكتب أي تقريبا. طبعا صندوق الصحة يعني السلطات أو الهيئة أو الإدارة يعني أو كلت به أن يكون الجانب الإنساني أو دعم الحالات الإنسانية أو تنفيذ برامج
لدعم الحالات الإنسانية بطرق جديدة ومبتكرة يعني. والدليل أنها ضيفت في الهيكلية لمكتب لهيكل هيئة الصحة يعني. طبعا احنا في ما تقول الاستدامة البرامج هذه تحتاج لك انت دعم مستمر، تحتاج لك برامج او باقات دعم مستمر يعني للحالات الانسانيه، وابتكار برامج جديده يعني لدعم الحالات هذه يعني. الحمد لله احنا يعني من بدايه السنه بدينا ننفذ منظومه الشراكات مع المؤسسات الحكوميه ومع الجمعيات الخيرية، وطبعا حسب شروط الشراكة بدينا نحط بعض الباقات الجديدة اللي احنا يعني اشتغلنا عليها خلال السنوات الماضية، وطورنا باقات جديدة يعني في الفترة هذه يعني. جميل. ايضا مع نهاية عام زايد تم اطلاق بطاقة زايد للتأمين الصحي، هذه بطاقة جميلة فيها العديد من المميزات للمرضى المعسرين، خلنا بس نذكر المستمعين فيها وايضا كيف ممكن يحصلون على هذا التأمين. طبعا بطاقة زايد احنا الحمد لله يعني هي كانت على نهاية عام زايد، كانت اطلقت كمبادرة فيها استمرارية، بتكون لها آلية معينة يعني. احنا حين في طور اجتماعاتنا ويا الأخوة في التأمين الصحي، وطبعا بيحدد عدد معين من المستفيدين بيكون لأول سنة، وبنقيس يعني مدى الاستفادة ومدى الباقة التأمينية يعني اللي بتكون تخصصت للحالات هذه. فنحن تقريبا نحن في طور إن شاء الله نحن ما نتريى منكم تعطونا كل جديد حول هذه البطاقة. أيضا هنالك بعض المبادرات اللي كنتوا شغالين فيها على السنوات السابقة، الباقات اللي ذكرها أستاذ سالم، هي يعني منها في علاج القلب، في بعض الباقات اللي أو بعض المبادرات في علاج مرضى السرطان، خلنا نعرج عليها بشكل سريع للتذكير أستاذ سالم. نحن خلال يعني ممكن خلال السنوات الماضيه كنا اطلقنا اللي هو مبادره الذبحه الصدريه او انقذ قلبا سميناها، وسيفر هارت بالنسبه لمرضى القلب او اللي هي الذبحه الصدريه. وطبعا عملنا فريق متكامل بين الاطباء وبين الخدمه الاجتماعيه وبين الشؤون الاداريه والماليه في المستشفيات. فكرتها انك انت اي مريض ذبحة صدرية يعني يوصل للطوارئ، الأطباء طبعا المختصين هم اللي يقررون إن مدى يعني الحالة هذه، وقسمناها لفئتين، فئة أن لازم التدخل خلال 24 ساعة، وفئة لازم يكون في تدخل خلال 72 ساعة يعني، هذا الطبيب يقررها، وطبعا يدخل على القسطرة، وعملنا له مثل ما تقول طباقة كاملة من القسطرة لين إذا احتاج له دعاميات، أو عملنا له برنامج دوائي لمدة 6 أشهر مع عملية أو اللي هو برنامج تأهيل القلب، ومع فحوصات أو الأشعة، ومع زيارة الدكتور لمرة واحدة. فالحمد لله كانت نتائجها خلال السنوات الماضية كنا احنا غطينا أكثر من 186 أو 89 مريض. الحمد لله. يعني كانت تكلفة يعني فاقت أظن 3 مليون درهم، يعني كانت مبادرة من مبادرات يعني الحمد لله اللي بادين نسوق لها مع المؤسسات الخيرية على أساس أنهم يكونون راعين رسميين للمبادرة هذه في السنة هاي إن شاء الله. أطلقنا بعد اللي هي العيادة التطوعية، وهي فكرة جديدة من نوعها أن أطباءنا يتبرعون بساعات بعد الدوام الرسمي. أيوة. من خلال مكتب صندوق الصحة كنا نتكفل بتكاليف علاج المرضى هذيلا بعد ما يقرر الطبيب شو البرنامج العلاجي اللي بيختص يعني بيدخلون فيه، وطورناها من بس مجرد فحوصات وتحاليل إلى أن الحين الحمد لله حتى عمليات إزالة ورم أو تليف أو هذه، حتى هذه عملنا لها تكلفة معينة مع الإخوان في المستشفى، والحمد لله قدرنا نغطي يعني عدد كبير من الحالات الإنسانية هذه. ممتاز. أستاذ سالم كيف يقدرون يتواصلون وياكم؟
طبعا احنا مكتبنا معروف الحين في الوقت الحالي، احنا بعدنا ما زلنا في مقرنا في المكتبة الطبية. أيوة. او من خلال الاخصائيات الاجتماعيات اللي هن موجودات في المستشفيات، يعني المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. هذه المريض اي تفضل، اي مريض يكون محتاج او يعني حالته يعني ما بيقدر يغطي رسوم، وهذا في شروط معينة الاخوة او الاخصائيات ممكن يطلعون يدرسون الحالة ويرفعون إياها مباشرة يعني. جميل. إذن يعني إذا كانت هناك بعض الحالات في المعسرة في المستشفى، يتم دراسة هذه الحالات، تقديم الوثائق المطلوبة يعني التأكد من استيفاء هذه الحالات للشروط المساعدة، لشروط المساعدة من قبل صندوق الصحة، ومن خلال هذه الحالات يتم رفع التقرير لكم ويتم اتخاذ القرار المناسب في دعم هذه الحالات. نحن شاكرين أستاذ سالم، إن شاء الله يعني نلقاكم في المستقبل القريب مع العديد من البرامج. أنا متأكد في عام التسامح يعني انتم حضرين لنا مفاجآت مثل ما حضرتونا في عام زايد، كانت هناك يعني 100 بئر خيرية كانت من المبادرات الجميلة، والعديد من المبادرات انا ما اذكرها لانها كانت وايد. فنتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله يا رب يعني هذا كله في ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا استاذ سالم اللاحد، مدير صندوق الصحة في هيئة الصحة بدبي. طيب هذه الجهود يعني جانب جميل من الجوانب اللي يعني تتناولها هيئة الصحة بدبي. وانت مو بس المريض، يعني حتى عائلة المريض بتتأثر، يعني مو بشخص واحد، المجتمع بكبرة. بالضبط، لأن شوفي العمل في هيئة الصحة هو عمل إنساني بحت، يعني ما دام انتم كأطباء تساهمون في صحة الناس، في صحة البشر، فأنتوا ياسين يعني تقدمون خدمات إنسانية جليلة يعني. بس أحيانا الواحد وهو مريض دكتورة يعني تعرفين يكون فوق هم المرض. صح. هم الفلوس يمرض بسيط. زيادة والله ما بشي بسيط أي. صراحة فجزاهم الله خير في هيئة الصحة، يعني هذا الصندوق يعني حسب ما تذكر يتبع مباشرة في التبعية الإدارية إلى مكتب معالي المدير العام. ف يعني هذا دليل على أهمية هذا الصندوق وأهمية يعني هذا الذراع الإنساني لهيئة الصحة بدبي. هذه تحية لكل العاملين في هذا الصندوق، ولكل العاملين أيضا في المستشفيات كذلك على تفاهمهم لمتطلبات المرضى. أتمنى إن شاء الله يعني أمور كثيرة، ترى أحيانا نحن في عام التسامح يا جماعة الخير، التسامح جميل أنك أنت تكون مبتسم تتعامل مع العميل بتسامح. أحيانا ممكن واحد يحصل العميل شوية جلف ولا شيء، خاصة في تخصصاتنا هي. يعني معظم الناس اللي بتينا بتكون يعني مرضى، فيعني أكيد ما بنيك يعني هو تعبان نفسيا تعبان هي. لكن نتعامل معهم بتسامح. واحد من مصادر الأساسية أو الأمور الأساسية أنك أنت تتعامل مع الناس بتسامح، انك تكون مبتسم، فهذه يعني روحها شغله هاي كبيره. هاي نص العلاج صراحه. ايه. اليوم نتكلم عن دنترال بعد نفس الشيء، ابتسم يعني ابتسامه دبي. عموما شاكرين لكم مستمعينا على حسن الاستماع، شكرا لك ميرا الغفلي، واقفه ما شاء الله مستعيله في ميرا، ها لا تسوي رياضه. إنزين، شكرا جميرة الخفلي كانت معنا في التنسيق، للشكر عيسى سبيل مخرجنا اليوم، التحية كذلك لزميلنا يوسف سعد في الإعداد. شكرا لك دكتورة. شكرا محمود. عايشة البسطي. شكرا محمود. إجازة سعيدة إن شاء الله. إن شاء الله للجميع إجازة نص نهاية أسبوع سعيدة. كان زين نص أسبوع بعشاء إجازة دكتورة، بعد بتعطيه من عندك كيف دكتورة توزعين إجازات؟ ترى هذه مسألة قانونية كبيرة، بس اللي يحتاجها. عموما نشوفكم مطلع الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت نقول لكم مستمعينا دمتم صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.